السلام عليكم، هنناقش مع بعض النهاردة أسئلة كويز نمبر 4. أول سؤال: In a proportion, the difference between the two ratio 50 by 1000 and 375 by 5000 is. هو سؤال يعني سؤال في الرياضي بحت، ما هوش صعب. يعني هو عايزين الفرق ما بين التو ريشو اللي عندنا دول. فطبعا عشان ان احنا نطرح اي تو ريشو لازم ان احنا نوحد المقام، فهنيجي هنضرب. يعني عندي التو ريشو اهمت، هنضرب اللي هي ال 50 على 1000، هضربها بسط المقام باي 5، هضربها 5 فوق 5 تحت، هتبقى 250 على 5000. اطرحهم من بعض هتطلع 125 على 5000، فهتبقى الانسر هي A اللي هو 125. تمام. نمبر 2: You are preparing a report to present to the Public Health Council on the declining rate of gonorrhea in your state in both men and women over the last 10 years. يعني over time، أي حاجة over time يعني continuous data. ال data عندي continuous، يبقى أنا هقيسها أو هعرضها على أي graph. Which type of graph would best illustrate the data over the time؟ يبقى على طول هختار control chart. بالظبط، مفيش control chart، هختار run chart، يبقى هتبقى دي. طيب، prior to plotting line graph, a healthcare quality professional should first A. قبل ما ترسم line graph سواء control chart أو run chart، أول حاجة هتحددها إيه؟ calculate the mean. صحيح، هحدد المين بس مش أول حاجة. define the axis measurement, identify parameter, develop a lesion. بالظبط، هي P. define the axis measurement، هشوف ال axis، هي ال x axis وال y axis، أعرفهم أنا هقيس إيه، وعلى مدار أيام وعلى مدار شهور وعلى مدار سنين. percentage of a distribution of values that are equal to or below that number are known as. معنى السؤال إيه؟ معنى السؤال هو بيقول لك ال distribution of values اللي هو توزيع القيمة that are equal or to below that number، يعني اللي هي معناها هي بتساوي أو أقل من القيمة دي. يعني لو أنا جيت أقول إنه عند واحنا بنشرح الانتر برسنتايل او الانتر كوارتايل، قلنا احنا عايزين الانتر كوارتايل هي القيمه اللي في النص دي، اللي هو الربع الاولاني، الربع الثاني والربع الثالث. واما جينا قلنا انه عشان اقيس الانتر كوارتايل هطرح الربع الثالث اللي هو الكوارتر 3 ماينس كوارتر 1 اللي هو الربع الاول اللي كان هنا، فديت قلت عليها كوارتايل. يعني لما تكون الداتا عندي انا مقسمها لارباع، فيرست كوارتر، سكند كوارتر، ثيرد كوارتر، فورث كوارتر، يبقى انا كده قسمتها لارباع، يبقى دي اسمها كوارتايل. ولو انا المعنى السؤال بقى اللي هي ار ايكوال تو اور بيلو ذات نمبر، ده معناها لما اجي اقول نسبه الفيفث كوارتايل دي معناها ايه، او الفيفث برسنتايل دي معناها ايه، معناها ان هي بتعبر عن قيم الداتا اللي عند النقطة الخمسين دي والبيلو واللي قبلها. فأنا لما أجي أقول الداتا بقى لو متقسمة أرباع بقول كوارتايل، لو متقسمة نسب بقول برسنتايل. هو في السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول percentage of a distribution of values. percentage يعني متقسمة لبرسنتج، 1% 5% 10% لحد 99%، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بيرسنتايل. يبقى مش هختار كوارتايل، انا هختار بيرسنتايل. انا في السؤال ده ما بين A و B، C و D مش مالهمش علاقة، يبقى هي متقسمة عندي بيرسنتايل ولا كوارتايل؟ متقسمة هنا بيرسنتايل، في السؤال قال بيرسنت. تمام. طيب، نمبر 5: In a trial comparing two drugs to treat children suffering from enuresis, the average number of dry nights. أنا الداتا اللي هقارنها هي إيه؟ The average number of dry nights was recorded in each of the two children group. طيب هقيسها بقى، بيقولي الـ statistical test اللي هستخدمه هو إيه؟ إحنا قلنا الداتا لو عندي continuous هستخدم الـ t-test، لو الداتا non-continuous أو non-parametric هستخدم الـ chi-square. طيب تعال نبص للداتا هنا، هو هيقارن ايه؟ the average number of dry nights. اول ما رأي كلمة average معناها مين؟ معناها انه ان الداتا عندي normally distributed. مادام في مين يبقى normally distributed. normally distributed يعني continuous data.
وكمان حاجة تانية، لو ما خدتش بالي من كلمة average هبص على الدراي نايتس. الدراي نايتس ديت ممكن تحتوي علامات عشرية. ممكن اقول ان الدراي نايتس اللي هي الايام اللي الطفل ده ما عملش تبول او عنده سلس بولي في الايام دي، ممكن اقول 3 ليالي 3 نايتس اند مثلا 3 اور 4 اور وكذا. ففي يعني في علامات عشرية او في كسور، يبقى ديت الداتا كونتينوس، يبقى هقيسها ايه؟ بالتي تيست. طب التي تيست البيرد ولا الستيودنت؟ البيرد دي تيست بستخدمه لما يكون هي نفس المجموعة بقارنها قبل ما اديهم، هم نفس مجموعة الأطفال، قارنتهم بين حالهم قبل ما ياخدوا الدواء وحالهم بعد ما ياخدوا الدواء، ده اسمه بيرد تي تيست. الستيودنت تي تيست أو ليه اسم تاني تو جروب تي تيست، يعني مجموعتين مختلفتين. هو هنا قال لك إيه؟ dry nights was recorded in each of the two children groups. two children groups يعني مجموعتين من الأطفال مختلفتين، يبقى هتبقى إيه؟ هتبقى student t test. مظبوط. number 6 a cohort study. cohort study often require a long term follow up ولا principally rely on case report ولا involve limited sample size ولا represent a systematic review of several randomized trials. بالظبط هي ايه؟ هي often require a long term follow up، لان الكوهورت ستادي الفرق ما بينها وما بين الكيس كنترول ان الكيس كنترول انا ببدأ بالديزيز، ببدأ بالديزيز اللي هو الاوت كام الافكت مش الكوز، ببدأ بالافكت اللي انا وصلت له الاوت كام اللي هي الريزلت اللي عندي اللي هو الديزيز ده، وابص ادور ورا بقى. الكيس كنترول بيدور ورا، بيبص لورا، اشوف ورا بقى، اعمل ريفيو اعمل ريفيو بقى ورا للريكوردز دي، هل هم كانوا سموكينج ولا نون سموك. السموكينج اللي هو الاكسبوجر، كانوا اكسبوزد تو سموكينج ولا لا. فانا بدات بالديزيز يبقى كيس كنترول. طيب اما كوهورت مش بدات بالديزيز بقى، بدات بالاكسبوجر، الاكسبوجر نفسه. انا جبت بوبوليشن وقسمته لتو جروبس، وجروبس عرضتهم اكسبوزد للسموكينج وجروب نوت اكسبوزد تو سموكينج، واشوف بقى هل هيحصل له هل هيحصل بقى لون كانسر في الاكسبوزد ولا لا، والنون اكسبوزد هيحصل ولا لا. فدي اسمها بروسبكتيف كوهورت. طب الريتروسبكتيف كوهورت ان انا بقى ببص ورا في الملفات، لكن ببدا بايه؟ ببدا بالاكسبوجر، ببدا بالاكسبوجر. فالفرق ما بين الكوهورت والكيس كنترول، كيس كنترول انا بادئ بالديزيز، الكوهورت بادئ بالاكسبوجر، واشوف بقى لو هدور لقدام يبقى اسمها بروسبكت، هدور لورا يبقى اسمها ريتروسبكت. تمام واضحة؟ نمبر 7 the surgery department monthly case review revealed 10 records meeting criteria 6 records didn't meet the criteria. In calculating the incidence rate the denominator is. الدينومينيتور هنا هيبقى ايه؟ او انا عندي 10 ملفات meeting criteria وستة ملفات didn't meet criteria، يبقى الدينوميريتور اللي هو هيبقى ايه؟ الدينوميريتور اللي ايه؟ هو بيقول انا بحسب الانسيدنس ريت. الانسيدنس ريت يعني دايما النيو كيسز، لو في الحالة دي هو عايز الانسيدنس ريت من النيو ريكوردز اللي هي didn't meet criteria، يبقى الانسيدنس ريت هنا هيبقى ايه؟ هيبقى 6 على ايه بقى؟ على كل الريكوردز اللي انا فحصتها اللي انا عملت لها ريفيو اللي هم كام؟ بالظبط 16. يبقى هنا الدينوميريتور هو 16. طب الانسيدنس كام؟ الانسيدنس هيبقى 6 على 16. طب نمبر 8 the success of a customer focus group rest principally on the A. نجاح اي customer focus group بتعتمد على ايه؟ على الجروب سايز ولا length of meeting ولا opinions of the group ولا skill of the moderator. الفوكس جروب ديت نوع من انواع الكواليتاتيف داتا كولكشن، عباره عن مجموعه سمول جروب من البيرسون اللي هي من 6 تو 10 ويز لايك كونديشن، يعني لا ليهم نفس الظروف او نفس الديزيز او نفس الدياجنوزس، وبختارهم بقى بسامبلينج تكنيك علشان ان يتعامل معاهم انترفيو، يتعامل انترفيو معاهم من الناس اللي موجودين في المستشفى، نعمل معاهم انترفيو، بجمع مجموعه يعني من المستشفى فوكس جروب وتروح تعمل انترفيو مع الناس دي عشان تشوف ارائهم، تجمع ارائهم حوالين الخدمه المقدمه.
فهي هتعتمد على بالظبط skill of the moderator. طيب number 9, which one should be included when reporting performance improvement to governing body؟ انت ترفع تقرير للتوب مانجمنت اللي هو governing body، ايه اللي المفروض يكون موجود؟ team achievements، team minutes، occurrence and incident report. بالظبط ال team achievements. What can the quality council provide to ensure highest efficiency of a performance improvement team؟ ايه الحاجة اللي هتخليه يتأكد من ان هو ان ال performance improvement team دوت يعني ينجح ويحقق ال target بتاعه؟ facilitator and recorder، empowerment and training، physician sponsor and nurse team leader، computer software and broadband internet access. بالظبط ال empowerment and training. دايما بيجي سؤال بيقولك لو الامباورمنت، لو انت تعمل امباورمنت للناس في الستاف ميم الستاف او التيم ممبرز، ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لانكريز برودكتيفيتي ولا بروبلم سولفينج؟ هيؤدي لبروبلم سولفينج. انا لما اعمل امباورمنت للستاف هشجعهم ان هم اعملهم انيبل وخليهم يحسوا بان هم اصحاب المسؤوليه، اديهم اسرتي ان هم ياخدوا القرار ويقدروا ان هم يتخذوا قرارات، فبالتالي هيعمل لي هيشركوا معايا في الديسيشن ميكنج والبروبلم سولفينج. طيب give conclusion to this graph، عندي جراف وبيقول لي اديني conclusion. The highest length of stay is in the last quarter، اعلى نسبة length of stay في last quarter. تعال نشوف last quarter. last quarter اللي انا هبدأ من سبتمبر لحد ديسمبر، من سبتمبر كانت قليلة اهي، وبعدين زادت كانت قليلة، كانت 4.9، وبعدين في اكتوبر بقت 5.4، وفي نوفمبر بقت 6، وفي ديسمبر قلت وبقت 5. ما اقدرش اقول ان هي الهايست لينس اوف ستي كانت في اللاست كوارتر كله، لان هي كانت الهايست في نوفمبر مش في اللاست كوارتر كله، بالعكس ده انا عندي في ديسمبر كانت 5 وفي اكتوبر كانت 5.4، هي زادت بس في نوفمبر، يبقى ايه غلط. It's needed to have the value of standard deviation to know if process is within control or not. هي بيقول لك انت محتاج قيم الستاندرد ديفيجن عشان تعرف البروسيس ديت وزن كنترول ولا لا. يقصد ايه في السؤال ده؟ يقصد ان انت محتاج تحدد الستاندرد ديفيجن ده هتستخدمه في ايه. هتستخدمه في ان انت تحدد الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، وتعرض الداتا بقى على كنترول تشارت، هي هنا معروضه على ران تشارت. لا انا محتاجه دلوقتي ان انا اعرض الداتا ديت بدل ما هي على ران اعرضها على كنترول تشارت، فعشان اعرضها واحدد الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت انا محتاج اعرف الستاندرد ديفيجن، لان الابر كنترول ليميت بيبقى 3 ستاندرد ديفيجن بالبوزيتيف، واللور كنترول ليميت بيبقى 3 ستاندرد ديفيجن في النيجاتيف تحت، ف 3 ستاندرد ديفيجن بالماينس تحت يعني. فانا يبقى بي هي البيست انسر، يبقى انا محتاجه ان اعرضها على كنترول تشارت عشان اشوف هي وزن كنترول ولا عدت الكنترول وبقت بالنسبه لي سبيشال كوز. طيب CEO decide to have accreditation to the hospital after 18 months. What should he do؟ خلاص قرر ان ياخد اعتماد، يبقى اول حاجه هيتفكر فيها ايه؟ communicate accreditation process to all staff, hire external quality expert to give lecture, make monthly newsletter. بالظبط هي ايه؟ انه انا محتاجه ان انا اعمل communication للaccreditation process لكل الستاف. طيب hospital using computer software patient weight recorded by mistake higher than the actual weight that reflect on medication dose become 10 times the original dose. Nurse noticed this error before administering the medication to the patient. الممرضة لاحظت الخطأ ده قبل ما يوصل للبيشنت، يبقى ما وصلش للبيشنت، يبقى اسمه ايه؟ near miss. بالظبط. Number 14
The key practical impetus for JCI accredited healthcare organization to focus on ongoing compliance with the standard is ايه ال 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 الميزة بتاعت ال ال او الحاجة اللي خلت الناس تركز على ongoing compliance with the standard، ان هي تكون على التزام بالمعايير بصفة مستمرة. The long term cost saving ولا the attention given to patient safety by the media ولا the coming unannounced triennial survey ولا the increase in malpractice suits. بالظبط، سي ذا كومينج ان انونسد تراينال سيرفي. ال unannounced survey بتبقى زيارات غير معلنه، انا مش عارف هتجيلي امتى بالظبط، ولو جم ولقوا في عندي نون كومبلاينس هيسحبوا مني الشهاده اللي انا دافع فيها فلوس كتير، يبقى ده عشان ده اللي بيخليني ان انا اكون ملتزم احافظ على التزامي بالمعايير على طول. ongoing compliance. Which of the following is not one of Joint Commission International Patient Safety Goal؟ ايه من الحاجات دي اللي مش في الـ International Patient Safety Goal؟ Prevent Healthcare Associated Pressure Ulcer، Ensure Correct Site Correct Procedure Correct Patient، Improve Effective Communication، Reduce the Risk of Healthcare Associated Infection. بالظبط ايه؟ Healthcare Associated Pressure Ulcer دي مش موجودة في الـ Patient Safety Goal، اهي الـ Patient Safety Goal. Which of the following statement about unannounced survey by joint commission is true؟ ايه من الجمل دي اللي صح عن ال unannounced survey؟ ال unannounced survey ده انا لما بعمله بشجع الناس اللي هم يبقوا compliance all the time، ongoing compliance. طيب احنا لو كنا لو تفتكروا احنا بنشرح قلنا في just in time survey وفي ongoing survey. just in time او المؤسسات اللي بتعتمد just in time، هو السيرفي اصلا بيتعمل كل 3 سنين، مجرد ما خدت الاعتماد خلاص تفضل نايمه بقى، نايمه في الدره بقى، ما يتابعوش الكومبلاينس ولا يتابعوا الناس ملتزمه بالبوليسي والبروسيدير ولا لا، الريبورتس بتتعمل ولا لا، وييجوا قبل ما ميعاد الري اكريديتيشن يحصل رامب اب، يبداوا ان يبقى يكثفوا جهود الناس، ممكن يعينوا حد من بره، ممكن انهم بقى يعملوا اوفر تايم للناس ويبداوا يكثفوا الاجتماعات والميتنج والاديوكيشن والتريننج وما اعرفش، عشان لما يجي الري اكريديتيشن يلاقي فيه كومبلاينس. ده بيخليه يدفع فلوس كتيره ويتكلف تكاليف زياده عن ان هو لو ماشي بكومبلاينس على طول اون جو. فهنا بقى بيقول ايه الصح من دول؟ A primary goal of an unannounced survey is to detect evidence of non-compliance. هل إن الهدف من الـ unannounced survey اللي بيتعمل الزيارات الغير معلنة ده عشان يشوف الـ evidence of non-compliance؟ طبعا الجملة دي غلط، لأن هو إحنا بنعمل الـ unannounced survey عشان نتأكد من evidence of compliance مش non-compliance، عشان نتأكد إن الـ compliance اوكي شغال، الناس كلها في compliance بالstandards والبوليسي والبروسيدير. Unannounced survey include initial survey؟ لا طبعا، ده initial survey غير unannounced survey. Unannounced survey reduce the unnecessary cost associated with survey preparation؟ صح، فهي C. An organization may undergo an unannounced survey between 12 to 24 months after its previous survey. الميعاد بتاع unannounced survey يعني مش محدد، فهي سي هي الأصح، إن فعلا لما أنا أكون جاهزة من الآن أنونسد سيرفي في أي وقت، فده هيمنع أي كوست ممكن أحتاج إن أصرفها لو أنا بجهز لسيرفي بريبريشن. 17 reappointment or recredentialing hospital accredited by GCI should be conducted. في السؤال ده بقى بيقول لك الريابوينتمنت المفروض يتعمل كل 3 سنين ولا كل سنتين ولا ongoing ولا سنوي؟ بس هنا في السؤال قال إيه؟ في الهوسبيتال اكريديتد باي جي سي اي، يعني في المستشفيات اللي اكريديتد بالجي سي اي. لو جينا هنا نبص في جانيت قالت ايه اللي تحت ديت؟ من جانيت قالت ان الري ابوينتمنت granted for the time period specified in the bylaw or policy procedure، يعني بيتعمل according to الوقت اللي متحدد في القوانين والسياسات والاجراءات. طيب but never for longer than 2 years for acute care hospital and other health care organization. يعني قالت ان ال health care organization مش اكتر من سنتين، يعني كل سنتين كل every 2 year بتعمل reappointment. ولكن في ال managed care organization اللي هي ال insurance company بتبقى 3 years، كل 3 سنين بتعمل reappointment. طيب تعالوا، يعني هنا جانت قالت
بناء على القوانين والسياسات والإجراءات، ولكن بيبقى مش أكتر من سنتين. تعالوا شفنا بقى، فتحنا الـ GCI Accreditation لقينا مكتوب فيها إيه؟ الـ GCI كاتب إن الـ Reappointment is the process of reviewing at least every 3 years. قال إن الـ Reappointment بيبقى على الأقل كل 3 سنين. يعني هنا في السؤال بالنسبة للـ Hospital Accredited بالـ GCI هختار C، every 3 years or more frequently. Frequently يعني كل 3 سنين أو أقل من 3 سنين. طب لو السؤال جالي وما جابش سيرة الـ Hospital Accredited بالـ GCI هختارها إيه؟ طالما بيتكلم على Health Care Organization هختارها 2 years زي ما جانت قالت. لكن لو قال لك ان هوسبيتال اكريديتد بالجي سي اي وزي ما جانت قالت ان هو بناء على القوانين والسياسات والاجراءات، يبقى انا هختارها زي ما الجي سي اي قالت كل 3 سنين. لو قال لك مانجد كير اورجانيزيشن، المانجد كير في جميع الاحوال 3 سنين. واضحه دي؟ يبقى لو ما ذكرش الجي سي اي هقول سنتين للهيلث كير اورجانيزيشن وثلاث سنين للمانجد كير. ذكر according to الجي سي اي هختارها 3 سنين. طيب الجوينت كوميشن سيرفير ريفيو اورجانيزيشن ايه؟ الجوينت المقيمين السيرفير دول بييجوا يعملوا ريفيو لايه؟ طبعا للميديكال ريكوردز. مفيش حاجه تانية من الحاجات ديت صح. انكم تاكسس، كريدت وورثنس، فيزيشن بي دي اي، لا طبعا. What happened right after joint commission accredited hospital experience a sentinel event؟ أي sentinel event بيحصل لازم نعمل له إيه؟ بالظبط root cause analysis. يبقى هتبقى P، root cause analysis is performed. Number 20، to which of the following agency or service was the joint commission accreditation program for home health care not be applicable؟ يعني إيه من الـ organization دولت اللي هما ما هماش ابلايد تحت الجوينت كوميشن ستاندرد الخاصه بالهوم كير؟ السؤال ده ريكول، فانا صورت لكم الصوره دي من جانت، تعريف الاورجانيزيشن اللي نازله تحت الهوم كير ستاندرد. الهوسبيتال، هوسبيس كير، الهوم بيرسونال كير، الريهابيليتيشن. يبقى برايفت ديوتي نيرسينج ايجنسي اوكي. الهاي تكنولوجي سيرفيس، والمقصود بالهاي تكنولوجي سيرفيس هنا هي الريهابيليتيشن تكنولوجي. البابليك هيلث ايجنسي مش موجوده، هوسبيتال بيزد هوم هيلث ايجنسي موجوده اوكي. يبقى الانسر هنا هتبقى سي، بابليك هيلث ايجنسي. تمام ماشي كده، خلصنا مناقشه اسئله كويس نمبر 4، واستعدوا للريفيجن ان شاء الله يوم الجمعه والسبت باذن الله. السلام عليكم.